السلام عليكم. الله سبحانه وتعالى عرديس ومد آد أدران عقابتي سنة ومد آد أحنوم بدن مركي قوم لحظة ذا أي معاسي كبضتو أو أي كتوبت كيني ويان وحو الله سبحانه وتعالى أبلن قادي إن أكسو دجين دونو عقابتي سأي عذاب كيسا مركي لقارو آخر الزمان كا وحو الله سبحانه وتعالى هلاقي دونا ظالمين تأي كوا قالوبي وحو نأو أكيسين دونا دان يردا إي دون فاردا وحي هوق إي هلاق أسقناتي قفكي أبريرة عرضا الله سبحانه وتعالى إي عقابتي سأي أرقد شديسا وحا زمن ندان آد أصوبتي قر رحمدو باد يدا يو مسيبو ينكالي او آد أفر بدن او كي مد اللي حقي سبحانه وتعالى كوا سو كدعي ميلو كالدوان او عالم ككمد لما انتو دانا وا عبسي جلين او اللي سبحانه وتعالى كو عبسي جلين ايو أدو مديسا ايو عقوبة كو سعطا كوا بدعو ينكا ايو معاسي دا اصاحيب si ay dadku ugu cibra qaataan oo ay u soo laabtaan rabbigooda subhanahu wa ta'ala oo ay u ogaadaan in qiyaamuhu uu aad u soo dhow yahay iyo in ay ogaadaan in aysan jirin meel alle subhanahu wa ta'ala looga baxsan karo in isaga la isku dhiibo oo loo soo laabto mooye wuxuu rasuulki alle sallallahu alayhi wa sallam inoo sheegay إن آخر الزمان كأي جيري دونان داد أو ألا سبحانه وتعالى أو دا بدلي دونو دان يرو إيا دون فارو وحين كوا سنقن دونان كوا ألا كو عاسيي سبحانه وتعالى أو أي كمديهين كوا عاديستا ميوزيقا إيا هاسها إيا عبستا خمريقا ألا أي عقاب دون سبحانه وتعالى أو جيبيقو دابا لان روغي دونا هدب يا أمة الإسلام وحا حلقان بااد أبتاي ميوسيقا إيهاسها حاران تاا وحانا آد أبا هاي زنادا وحانا زيادي كوا عبا خمريقا وحا آد أبتاي دادك اللي كو عاسي سبحانه وتعالى دادك بدن كودانا مهمد مسيان إسلام نمدودا بل ويبكو جيس جيسان غفلدان آن كجرنو آن كتوسنو دمان تينا يرحمكم الله فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون في هذه الأمة خسف أو مسخ أو قذف في أهل القدر أي المكذبين به ابن عمر الله كرى لنقضي وحالق وريي إن أويري وحان مقلي رسولكي ألا صلى الله عليه وسلم أو دهيا وحا أمدا لحظة ذاك لعدونا خسفي إيو مسخي إيو قذفي خسفي وحا لقوة ذا إن لولك أو لقو أو مسخينا وحا لو لجي ذا إن لبدلو أو دان يرو إيو دون فارو لو إكيسيو قذفنا وحا لو لجي ذا إن لقحان لوغ صداديو حق سمدا وحونا هلاقا سيكو لعدونا كوا بينيي ايكو قالو بي وعن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف فقال رجل من المسلمين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتى ذاك؟ قال إذا ظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور سيدوك العمران بن حسين أيا وحال قوريي إن نبي صلى الله عليه وسلم أويري وحا أمدا لحذي ذاك لعدونتا إن قاركود للك للجرو يو إن قاركود لبدلو أو دان يرو إيا دون فارولو إكيسيو يو إن قاركود لغحان سمد لوغ الصداديو مركز بونين مسلمين تكمد أهايري يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قرمي أي أحاسو لعدونان مركز بو نبي صلى الله عليه وسلم يري
waxay dhici doonaan markii ay soo baxaan music iyo dumar badan oo heesa oo khamrigana la cabo ayay dhici doonaan, ayuu yiri sallallahu calayhi wasallam. Wuxuu Alle subxaanahu wa tacaala argagax gelin doonaa gaalada iyo kuwii isaga ku caasiyey, wuxuuna u soo dedejin doonaa ciqaabtooda. Kadibna dab ayaa ka soo bixi doona cadan xaggeeda, markaas buu ku baahi doonaa dhulka oo dhan si uu dadka uga soo kaxeeyo bariga una kaxeeyo galbeedka. Wuxuu dabkan ka hareereyn doonaa gadaashooda, wuxuuna dhammaan dhinacyada ka soo kaxayn doonaa dadka si uu dhammaantooda isugu keeno ardul maxsharka, halkaasoo ah ardu Shaam. Shaamna waxaa la isku oran jiray waddamada Siiriya, Lubnaan, Falastiin iyo Urdun. Qofkii dib u dhaca waxaa cuni doona dabka, wuxuuna gubi doonaa caasiyiinta iyo kaafiriinta. Waxay arrintani dhici doontaa kadib markii fitnooyinku ay aad ugu sii ziyaadaan dhulka. Kuwa wanwanaagsan ama saalixiinta ah waxaa la kulmin doonaa iyagoo raakibiin ah oo gaadiid saaran, oo kaasiyiin ah ama labisan, oo raaqibiin ah oo Alle naxariistiisa rajaynaya kana baqaya Alle ciqaabtiisa subxaanahu wa tacaala. Waxayna arrintaasi ugu ahaatay Alle naxariistiisa iyo fadligiisa subxaanahu wa tacaala. Kuwa kalena awr ayay isku bedbedeli doonaan oo waxay u soo raaci doonaan si tooko tooko ah. Ugu dambayntii, labada qofood ee ugu dambaysa ee la xashrin doono waxay ku sugnaan doonaan Madiinatul Munawwara. Nin wuxuu noqon doonaa mid ka soo jeeda qabiilka loo yaqaano Mazyan, midka kalena wuxuu noqon doonaa mid ka soo jeeda qabiilka loo yaqaano Juhayna. Waa ay isku imaan doonaan, markaas bay oran doonaan aaway dadkii, markaas bay Madiino tagi doonaan, waxaan dawacooyin ama dugaag ahaynna ma arki doonaan. Markaas baa waxaa ku soo degi doontaa laba malag, kadibna weji weji ayay dhulka ugu jiidi doonaan ilaa ay ka daba geynayaan dadka. Daawadayaashayda sharafta leh, gebagebada adduunyada waa ay soo dhowaatay, waxaana soo dhowaaday wacadkii Alle subxaanahu wa tacaala. ربنا نحن نتوب إليك فارحمنا يا أرحم الراحمين. هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.